تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام. ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم مشاهدينا الكرام ومن خلال فقرات البرنامج سنتوقف مع محطات منوعة من الأحداث الرياضية والأخبار المحلية والعالمية. سنكرس معظم الوقت مع المحور الرئيس وهو انتخابات نادي القوى الجوية التي أقيمت مؤخرا في نادي اليرموك الترفيهي وسط العاصمة بغداد، لنتعرف على من سيكونون الأمناء الجدد على مستقبل هذا النادي الذي يعتبر من بين أقدم الأندية العراقية، وهل سيشهد هذا الصرح العريق عصرا انتقاليا جديدا لا سيما بعد الأزمات التي رافقته مؤخرا. هذا المحور وقضايا أخرى متعلقة بالأمر سنطرحها من خلال فقرات البرنامج لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، والبداية مع المتابعات المحلية والعربية والعالمية نوجزها قبل الخوض في محور حلقتنا لهذا اليوم، حيث فرط فريق الشرطة بفوز ثمين كان في متناول اليد عندما تعادل مع نظيره استقلال طهران بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خليفة في قطر. هذه المباراة لحساب المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم. فريق الشرطة تقدم بهدف السبق عبر مازن فياض في الشوط الأول، لكنه لم يحافظ على التقدم ليدرك الفريق الإيراني التعادل عن طريق أمير أرسلان في منتصف الشوط الثاني ليرفع الشرطة رصيده للنقطة الخامسة، فيما ارتفع رصيد الاستقلال عند النقطة الثانية بانتظار الجولة الأخيرة لحسم المتأهل بالبطاقة الثانية. والآن إلى الدوري الإسباني لكرة القدم، إذ سقط فريق ريال مدريد بفخ التعادل السلبي أمام مضيفه ريال سوسيداد ليتقاسما نقاط المباراة في الجولة الثانية لمنافسات الليغا. ورغم محاولات لاعبي الفريقين الهجومية إلا أنهما لم يتمكنا من هز الشباك التي بقيت في مأمن طيلة دقائق المباراة، وبهذه النتيجة رفع ريال رصيده إلى نقطة واحدة، بينما رفع فريق ريال سوسيداد رصيده إلى نقطتين اثنتين. وفي الجولة نفسها قلب فريق فياريال تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على ضيفه إيبار في مستهل الجولة الثانية للليغا. سجل للضيوف أنريكي غاريسيا مع بداية الشوط الثاني ليرد أصحاب الأرض بقوة ويسجل هدفي الفوز عن طريق جيرارد مورينو وباكو الكاسير، وبذلك رفع فياريال رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد إيبار عند نقطة واحدة. مشاهدينا فاصل قصير نتابع بعده محور صدى الرياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا. الآن مع محور حلقتنا لهذا اليوم والذي سنسلط الضوء من خلاله على انتخابات نادي القوى الجوية، إذ انتخبت الهيئة العامة لنادي القوى الجوية هيئة إدارية جديدة لها تجسدت بفوز اللواء الطيار شهاب جاهد برئاسة النادي، فيما فاز الكابتن سمير كاظم بمنصب نائب الرئيس، واللواء الركن محمد صوب الله بمنصب أمين السر، وموفق الزهيري بمنصب الأمين المالي، كما فاز حمادي أحمد وعلي صغير وماجد علي ورشا طالب وهيثم كاظم بعضوية الهيئة الإدارية الجديدة. مشاهدينا سنتابع سوية التقرير التالي الذي سينقلنا إلى مشاهد العرس الرياضي الانتخابي لنادي القوى الجوية بعد اختيار من سيمثل إدارة العريق في المرحلة المقبلة. سنتابع الآن التقرير ومن ثم نعود إلى ضيف صدى الرياضة للحديث أكثر حول هذا الموضوع، نتابع.
عرس انتخابي تكلل بالنجاح بشهادة كل من تابعه شهدته الهيئة العامة لنادي القوى الجوية التي اختارت من يمثلها ومن يكون أمينا على مستقبلها، لينبري قائد سرب الصقور وربان سفينة الجويين اللواء الطيار شهاب جاهد بكل ثقة ويمسك بمقودها على أمل الوصول بها إلى بر الأمان. نادي القوى الجوية الذي شهد في الآونة الأخيرة حالات مد وجزر جعلته مترنحا يبحث عن سبيل للخروج من الأزمة التي وضعته في حيرة من أمره، من خلال استغراب المقربين له من وضعه المتمثل برداءة وبؤس البنى التحتية له في الوقت الذي يمثل أقدم وأعرق نادي عراقي، لا سيما بعد نتائجه المتميزة خصوصا في كأس الاتحاد الآسيوي الذي خطف لقبه 3 مرات. اللي عاهدنا في رب العالمين وعاهدنا الهيئة العامة وتشوف على أن حققها، إذا خالفه يوم من الأيام أول واحد ثاني أمر حرجع مثل ما قلتلكم، إذا 3 أشهر وساعة أستقيل ما صارت الانتخابات راح أقول لك راح أعلن استقالة وأقول السبب من اللي عقل النادي هذا من الحق قضايا ما أنت تحافظ على نفسك، وقلتلكم يا بداية الانتخابات إذا ما مقتنع بي لفظي صار. الصقور كما يحلو لعشاقه ومحبيه أن يطلقوا عليه عانى الأمرين من خلال المشاكل التي عصفت بهيئته الإدارية السابقة ليلجأ إلى الهيئة المؤقتة التي قادها جاهد ذاته ليثبت للجميع مدى حرصه وولائه لمهنته التي جعلته أحد صقور الجو، ليكون عريس ليلة نادي اليرموك الذي شهد العرس الانتخابي بأجوائه الديمقراطية التي لم تشهد أي شائبة تعكر صفو المؤتمرين، فكانت حقا ليلة الليلاء بعد أن تكفلت بوضع النقاط على الحروف إزاء عمومية العريق التي منت نفسها بتواجد أبناء النادي على دفة القيادة وتحقق المراد. إذا ما كنت مقتنع بي أنه أقدر أساعدك وغير ووصف صوتك لتقييم صوتك، الحمد لله تقيت وهاي كفل وأمانة وحملها الإنسان وكان جهودا، إن شاء الله يوفقك والهيئة الإدارية كلهم جايين ويعرفون السلبيات في السابقة أنت تعرفه وأنا أعرفه والهيئة الإدارية تعرفه، في حالة إذا لقيتونا أعوجينا عن الحق فقومونا، ما تقومنا طلعونا منها. صفحة طويت وأخرى فتحت أفقها أمام 8 رجال وامرأة ليبدأ موسم الجد الذي ينبغي أن يتكفل بإعادة هيبة النادي واسمه وتاريخه المشرف اللذان لا يتلائمان مع واقع حاله البائس، وهذا ما أكد عليه رئيس إدارته الجديد الذي قالها بالفم المليان إنه سيتجه إلى البنى التحتية وإعادة البناء بعد أن وجد تركة ثقيلة جعلت ناديه دون المستوى المطلوب، مانحا نفسه ورفاقه 6 أشهر معاهدا الهيئة العامة على أن يراقب عمله، ومن ثم سيكون لكل حادث حديث. مشاهدينا، من خلال محورنا لهذا اليوم توضح نتائج انتخابات نادي القوى الجوية تفاصيل عدة، منها أن بعض أعضاء الهيئة الإدارية القديمة أصبحوا خارج الحسابات، فيما أتت بأعضاء جدد منهم نجوم معروفون ومنهم من يعمل لأول مرة بالوسط الرياضي. وللحديث عن هذا المحور ينضم معنا عبر الهاتف من بغداد الزميل الإعلامي طه قمر، عضو لجنة الانتخابات الخاصة بنادي القوى الجوية. أهلا وسهلا بك أستاذ طه في صدى الرياضة، ونحن مشتاقون لحضرتك. اهلا بك استاذ بلال وبجميع متابعي ومشاهدي برنامجكم المحترم وقناتكم الموقره، واكيد اني ايضا مشتاق لك لانه من زمان لم نلتقي. اهلا بك. بدايه، كيف لك ان تصف لنا الاجواء التي تمت ازائها عمليه الانتخابات؟ نعم استاذ بلال، بصراحه الاجواء كانت جميله جدا و الانتخابات مرت سلسة رغم طول فترتها، يعني من الساعة 11 إلى أن يمكن الساعة 7 مساء حتى حسم الموقف تماما، لكن اتسمت بالشفافية والمرونة ولم تشوبها أي شائبة، ولأول مرة نرى انتخابات في هذه السهولة رغم
رغم أنه الجميع كان يتوقع الانتخابات ستأخذ منحى آخر، طالما هناك ناس مرشحين ناس يبحثون عن فوز، والانتخابات أكيد ستوفي إلى خاسر وفائز بالنتيجة. طيب استطاع في كل مرة اعتدنا أن ترافق عملية الانتخابات خصوصا في هذا النادي ترافق مشاكل تظهر على وسائل الإعلام كافة، وكذلك تظهر أيضا تقاطعات كثيرة من قبل المرشحين وحتى الهيئة العامة، لكن لهذه طبعا هذه المرة للأمانة لم نرى من هذا القبيل. نريد نعرف كيف سارت الأمور. نعم أستاذي العزيز، كان معي يتوقع هناك مشاكل جمة سوف ترافق عملية الانتخاب، لأن هذا النادي يعتبر من أعرق وأقدم الأندية بالعراق ويمتلك قاعدة جماهيرية عريضة جدا، جماهيره في كل صوب مكان خارج وداخل العراق، والجميع كان يترقب بحذر من سيفوز من سيخسر، هناك من يعول على الفائزين لبناء نادي جديد، لبناء يعني بإمكانيات جديدة. ربما كان يبحث هذا النادي أو محبيه عن يعني بعيدا عن الفوز والخسارة، لكن يبحثون عن منشآت، عن علاقة هذا النادي وأصله حاله أسوة ببقية أندية المنطقة سواء في العراق أو خارج العراق. لكن الحمد لله أنه تمت الانتخابات رغم أنه في كل مرة ترافقها مشاكل، خصوصا آخر مرة كانت مشاكل كثيرة وكان هناك تضارب وتماسك بالهيدي وبالسلاح، لكن اليوم تمت بعون الله تعالى يعني ببرود أعصاب وبتقبل الخاسر النتيجة، والفائز كان مرحب به وكان مبارك له، والجميع طلعوا وخرجوا بالتراضي ولم تحدث أي مشكلة. تمام، استطاع أطلب منك أن تجيب بصراحة المهني الإعلامي، لا سيما وأنت يعني كنت متواجدا وضمن لجنة الانتخابات، هل هنالك خروقات في القانون أو بالعملية الانتخابية أو أمور لم يتم السيطرة عليها؟ نعم يعني بصراحة أقول لك يعني بصراحة المهنة التي اعتدناها وهي أمانة أن ننقلها للمتلقي للشارع الرياضي، إذا أكيد أنا شهادتي مجروحة باللجنة الانتخابية التي هي من قادت هذه الانتخابات إلى بر الأمان، لكن إذا قلت هناك خروق سأدين نفسي، وقلت لا قد لا تصدقون، لكن أمام الله وأمام الناس لله العظيم لم تحدث أي خروقات في هذه الانتخابات، وقانون 18 لسنة 1986 المعدل إلى 37 لـ 1988 واضح وصريح جدا، والجميع يعرف بنوده وفقراته واحدة والآخرة، لا يوجد هناك أي خرق، والدليل أنه لم يعترض حتى الخاسر لم يعترض على أي جزئية من الانتخابات، وكان الجميع يعني متراضين ومتحابين وخرجوا يضحكون حتى الخاسرين. أنا أول مرة أفاجأ يعني السيد جاسم قاطع أمين السر خرج خاسرا وكان يضحك، يعني عندما سألته قال هذه الانتخابات ربما أفوز وربما أخسر لم أعول كثيرا، لكن هي يعني معروفة أنه هناك فائز وهناك خاسر، لذلك لم يحدث أي خرق في القانون، القانون واضح جدا وصريح، ولو كان هناك خرق كان موجودة لجنة الطعون وكان الخاسر ممكن أن يطعن بنتائج الانتخابات. استطاع خليك ويانا، سنتابع معا ماذا قال الأعضاء الجدد لنادي الجوية وما هي المشاريع المستقبلية لإنقاذ هذا النادي العريق، خلي نتابع ونعود لحضرتك. طبعا اليوم جرت يعني انتخابات الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية بكل شفافية وصورة ديمقراطية، وكان الكلام واضح من قبل الأعضاء، وكان التصويت كل شفافية للهيئة العامة اللي تمخضت عن انتخاب هيئة إدارية بانتخاب يعني تم انتخابهم من قبل أعضاء الهيئة العامة. عملنا المستقبلي في أسبقيات، يعني كأسبقية أولى هي البنى التحتية، تعرف البنى التحتية لنادي القوة الجوية تحتاج إلى الكثير، يعني فالأسبقية الأولى في عملنا هي البنى التحتية للنادي ومرافق النادي الرياضي. إن شاء الله راح نبدأ الاستثمارات، راح إن شاء الله أول شيء نقدر نسويه هو بناء ملعب لنادي القوة الجوية يليق بتاريخ نادي القوة الجوية وجماهير القوة الجوية،
وبصراحة عندنا خطط كثيرة، لكن إن شاء الله راح تبين خلال الاجتماع الأول. راح نقعد مع مستثمرين إن شاء الله، راح نحدد لنا أحد المستثمرين ونباشر إن شاء الله بناء الملعب وبناء البنى التحتية لأن القوة الجوية كافية. هذا الفوز يعني طعمه كلش غريب بالنسبة لي، وإن شاء الله أكون عند حسن ظني اللي أدوا أصواتهم لي واللي جددوا والثقة للمرة الثانية. لكن هاي المرة يعني شعورها بالنسبة لي تختلف عن كل مرة، حسيت إنه أنا فعلاً وضعت بصمة بالنادي، وإن شاء الله يكون عند حسن ظن الجميع. انتخابات شفافة ديمقراطية نزيهة 100% وحضور الجميع وشهادة الجميع. أشكر تواجدكم، أشكر تعبكم، بارك الله بكم. أشكر اللجنة الانتخابية اللي قدمت وتعبت من الصبح حتى تطلع انتخابات شفافة ونتيجتها إيجابية. أنا بك سطاها مرة أخرى، الانتخابات سطاها شهدت بروز عناصر جديدة، يعني وأنت كنت متواجد ولاحظت هذه الملاحظة، منهم من دخل هذا الوسط لأول مرة، منهم بالطرف الآخر نجوم معروفين، نجوم النادي ومعنيين بالرياضة. كيف ترى يعني هذه التوليفة بصفتك يعني قريب على الحدث؟ نعم، ربما تكون التوليفة غير متجانسة لأنها تضم ناس أكاديميين وعسكريين وعلميين وكذلك لاعبين كرة قدم. فرأيت أن القائد القوة الجوية اللواء الطيار إشهاب جاهز، وهو الرجل الأول الآن الذي أخذ على عاتقه إعادة هيكلة وبناء هذا النادي العريق بعد أن يعني كان هو رئيس الهيئة المؤقتة الماضية، وعاهد الجمهور على أن تكون شهر 3 أشهر حتى يقوم بالانتخابات، والآن أيقن الجميع أنه هذا الرجل ربما يكون الجندي المجهود الذي سيقوم ببناء النادي مجددا، لأنه وعدهم 3 أشهر لكنه وفى بوعده بشهرين وأقام الانتخابات، وأكد لهم أنه سيعمل كثيرا بجهود مضنية مع جميع أعضاء الإدارة. أيضا هناك السيد اللواء الركن محمد صوب الله الذي هو يعد وجه جديد ضمن هذه التوليفة، ربما يعشق هذا النادي من خلال عمله بالمنظومة العسكرية. فهذا الرجل أيضا وعد بالبنى التحتية وإعداد برنامج متكامل. كذلك نرى السيدة الدكتورة رشا طالب، وهي رياضية معروفة وأكاديمية بروفيسور في التربية الرياضية ولها باع طويل في الرياضة النسوية، فيما نجد أنه الكابتن سمير كاظم ابن النادي وذي ضحى بمجهوده السخي عندما كان لاعبا ومدربا وحتى إداريا، وكذلك لا نبخس حق اللاعبين القدامى والمدربين الآن هيثم كاظم وعلي صغير أيضا، هما أولى من غيرهم في هذا النادي. وأيضا هناك اللاعب المتابر حمادي أحمد الذي سعى الجمهور وشدد على ضرورة تواجد هذا اللاعب في المنظومة الإدارية الجديدة، أنه نجح لاعبا وسيحالفه الحظ أن ينجح إداريا بعد أن كان محب للنادي والناس القاعدة الجماهيرية أحبته كثيرا وصفقوا له، واليوم يطالبون بتواجده في الإدارة، لذلك أيضا حصل على عدة أصوات وفاز في الانتخابات. أرى أنهم قادرين على إرساء منظومة العمل الجديدة في مكانه الصحيح وإعادة هيكلة النادي ونتائج الجيدة. سطها من الأمور التي يعني يجب أن تذكر، شاهدنا في هذه الانتخابات تواجد أعضاء من رابطة الفريق الجوي، تعرف هذه الحالة لأول مرة بتاريخ الانتخابات كأعضاء هيئة عامة ويحق لهم التصويت، كيف تعامل الجميع مع هذه الجزئية؟ نعم، أنا من وجهة نظري أرى أن مردودها إيجابيا لأنها أول مرة تكون في القانون الجديد يعني الأندية وكرة القدم. القانون 18 سنة 1986 المعدل 37-88 الجميع يعرف يعني بنوده، فيه كثير من المجال. اليوم الجميع ينتظر المصادقة على القانون الجديد من قبل مجلس النواب بعد أن تمت قراءته مرتين. أرى أنه هذه الجزئية ممكن أنه تضفي إلى أجواء جديدة عندما يشترك الجمهور، وهم يعني مجموعة تعدي أصابع اليد الواحدة. هؤلاء الناس هم مواظبين على الحضور، هم
يمتلكون من الروح المعنوية، يتباكون عندما يخسر الفريق ويفرحون لفرحه. أرى أنهم من الأولى أن يكون لهم يعني دور فاعل في قيادة النادي، أو يعني ولو في إبداء رأيهم. وأنا شاهدتهم بأم عيني بعد أن انتهت الانتخابات، طالبوا رئيس الهيئة الإدارية الجديد أن يولي اهتمام لهذا النادي، وقالوا له بعيدا عن الفوز والخسارة، لا نبحث عن فوز فريق كرة القدم أو كرة السلة، بل نبحث عن الاستثمار، نبحث عن البنى التحتية، عن منشآت النادي التي لا تتلائم مع اسمه. وهو قال لهم بالحرف الواحد: انتظروني لمدة 6 أشهر سأعمل جاهدا فأنتشل النادي من الضياع، لأن هناك شركة ثقيلة وجدتها في هذا النادي الذي وصفه بالخرابة، إنه لا يليق باسم نادي القوى الجوية. وقال: سأعمل 6 أشهر إلى أن أصل بهذا النادي العريق إلى درجة الصفر، لأنه الآن تحت الصفر، ومن ثم وبعد 6 أشهر سنعمل حتى نرفع فوق الصفر، وعاتبوني إذا لم أوفي بعهدي. وقال أيضا: سأحاول أنه أعطي لكل عضو بالهيئة الإدارية وقت يعني يتمثل ب3 أشهر، إن لم يعمل بجد وإخلاص ونكران ذات سوف نقيله بطريقة طرح الثقل من خلال الهيئة الجمعية العمومية. فخرج الجميع متراضين والجميع يعني موافقين على هذه الأمور. أستاذ طه، لك مني خالص الشكر والتقدير على انضمامك معنا في صدى الرياضة. شكرا لك، شكرا لبرنامجكم، شكرا لقناة الرافدين الموقرة ولجمهوركم الكريم لإتاحة الفرصة لنا من هذا المنبر لنتحدث لجمهورنا ونضعه بالصورة من خلال برنامج صدى الرياضة. مشاهدينا، كان معنا عبر الهاتف من بغداد الزميل الإعلامي طه قمر، عضو لجنة الانتخابات الخاصة بنادي القوى الجوية. شكرا جزيلا له. جمهورنا الرياضي، هذه مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة سنتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. في ملاعب الكرة الصفراء، ودع الإسباني رافائيل نادال المصنف الثاني على العالم بطولة روما لتنس الأساتذة من دور الثمانية بخسارته على يد الأرجنتيني دييغو شوارتسمان وبواقع 6-2 و7-5. وواصل شوارتسمان تألقه بالبطولة عندما تجاوز عقبة الكندي شابوفالوف في نصف النهائي بنتيجة 6-4 و5-7 و7-6 و7-4. فيما بلغ الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالمي النهائي دورة روما للألف نقطة بفوز صعب على النرويجي كاسبر رود ب7-5 و6-3. وفي المواجهة النهائية انفرد جوكوفيتش بالرقم القياسي لعدد الألقاب بتتويجه بطل لدورة روما للمرة الخامسة بفوزه على شوارتسمان ب7-5 و6-3. واحتاج جوكوفيتش إلى 1:53 لإحراز لقبه الخامس على الأرض الإيطالية الترابية. وضمن المرحلة الأولى من مسابقة الدور الإيطالي لكرة القدم، نجا يوفنتوس من كاميني سامبادوريا بعد فوز لافت أكده بالدقائق الأخيرة في المباراة الرسمية الأولى لمدربه الجديد أندريا بيرلو. جاء الفوز ب3 أهداف دون رد. وفي الدوري الفرنسي، اكتسح باريس سان جيرمان مضيفه نيس ب3 أهداف من دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة، ليرفع العملاق الباريسي رصيده إلى 6 نقاط. وبالدراجات الهوائية، بات السلوفيني بوغاتشار البالغ من العمر 21 عاما أصغر دراج يتوج بطلا لطواف فرنسا الدولي منذ النسخة الثانية عام 1904، وذلك بعدما أنهى النسخة 107 متصدرا للترتيب العام في أول مشاركة له. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام فقرات صدى الرياضة لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة رياضية جديدة. حتى ذلك الحين، تقبلوا تحيات أسرة صدى الرياضة. أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي، بلال بداع. مع السلامة. I'm gonna go to the hospital.